بسم الله الرحمن الرحيم وتتبعي قناة خرز عبد القادر. مرحبا بكم، رمضان كريم مبارك عواشركم. المدخل ديال الحلقة ديالنا اليوم غنقول لكم دابا تلاحظوا بأن بعض الناس خصوصا في الأماكن اللي هي مكتظة والأماكن العمومية شوية بحال بقاو تينساو ديك البافيت على الفم، مبقاوش تيديروها. تلاحظ القضية بزاف بزاف الشباب، هاد الوباء راه باقي كاين وموجود وباقي الناس تتمرض به والناس تتموت به. خص الواحد يرد البال، يرد البال. راه الكمامه راه ولات الزاميه واجباريه وراه معاقب عليها. قد البوليس يشد الواحد يديه الكوميساريه وتيخلص غرامه على الكمامه. الكمامه راه باقا وموجوده، ما يبقاش غير الواحد يتهاون. وتلاحظوا بعض الناس بحال شويه تيصحوا راسهم كل شيء سالا. وكورونا واخا هي فيها كورونا هو واحد المرض، ولكن عطانا بزاف ديال الفوائد. تبدلت بعض الحوايج ديالنا، بعض التصرفات ديالنا تبدلت، ولا تعرفوا نشدوا الصف لا في ادارات ولا في ادارات عموميه ولا في ادارات خصوصيه، ولا تعرفوا ندخلوا لدورنا غسلوا يدينا وجهنا في كل ساعه، ولا تعرفوا نخليوا الصباب ديالنا برا على الدار، ما تندخلوش للبيوت ديالنا لداخل. بزاف تغيرات وقعت، ولا هي مصلحتنا مصلحتنا خصها تدوم وتكون ديما تكون ديما. الحلقه ديال اليوم هي من تبع الحلقات ديال السيد السبع كما راكم عارفين. وهذه الحلقه هي تعلق بواحد الجريمه سماها السيد السبع بريش الديك الابيض. ريش الديك الابيض غنقول لكم علاش. كان ديك الساعه السيد السبع رئيس فرقه محاربه العصابات بالرباط، اواخر السبعينات كان هو رئيس فرقه محاربه العصابات، وكان خدام في الرباط. واحد المره بقى واحد المجموعه ديال الفيلات اللي هما حدا دار السلام وفي سويسي وفي زنقه الاميرات، بدوك الفيلات الكبار ديال الرباط، وقعوا فيهم واحد العدد ديال السرقات. وهاد السرقات هادو كتهمو حاجه اللي هي خفيفه تتسرق واللي هي غاليه، حوايج خفاف في الهزه ولكن غاليين. وهاد الناس تيضربوا تيقلبوا على المجوهرات، تيقلبوا على الفلوس، تيقلبوا على الدب في الفيلات. وكثر هذا الشيء، كثر 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 بزاف الفيلات عملوا السرقه. خدمت فيها لابيجي ديال الرباط واحد المده هما خدامين، تقريبا واحد 3 شهور كما تيقول السيد تبع، او تقريبا 4 شهور هما خدامين في هذه القضيه هذه، حتى توصلوا شدوا واحد. شد واحد بحال تبوس في واحد الفيلا، جوج هربوا وواحد حصل. شافوه شي حساسه مع البوليس ديك الساعه، ولا مخدمين الحساسه ديال دوك الفيلات يردوا بالهم والناس، واستعملوا دوك المقبلين المحترمين استعملوهم باش يلقوا القبض على هاد العصابه. واحد النهار شد واحد داخل واحد الفيلا، حسب ما تيقولوا الناس كان ثلاثه، واحد شد جوج هربوا. وهذاك الواحد لما داوه اعترف بصحابه قال لهم انا تنسرق مع فلان وفلان. خدموا البوليس على هذوك الجوج، خدموا عليهم واحد اسبوع تشدوهم بجوج وجابوهم. لما جابوهم تعرفوا على المسكن ديالهم، هما عندهم مسكن واحد ساكن فيهم ثلاثه. مشاو للمسكن ديالهم لقاو فيه شي مسروقات قليله، ولكن داك الكم ديال السرقات اللي هما تيسرقوا واحد المده ديال عام وسما تيسرقوا بدوك الفيلات وتيضربوا ما لقاو فيه والو. ما لقاو شي فلوس مخبيه ديالهم، ولكن داكشي ما كافي شيء، لان عام وسما تيضربوا في الفيلات، تيضربوا غير الفيلات اللي كما تنقولوا ديال الصحاح، وداو منهم ذهب وداو منهم فلوس وداو منهم حوايج غاليين. فين مشى هادشي كله؟ قال لهم فين مشى هادشي؟ قال لي ودي واحد السيد تيشري من عندنا، واحد ديما تيشري من عندنا. شكون هو هاد واحد؟ قال لي ودي هاد واحد تيقول لي حنا سمي عطينا، تيقول لي الحلو. الحلو شي تيقول لنا انا سميتي الحلو. واحد السيد رقيق نحيف ديما تلبس جلابه ابيض فوجو، دير واحد المستشار رقيق، شي عطاو شي علامات بحال هكا، عطاو شي علامات ديال وجهو كيفاش داير وكيفاش هادشي تيتعاملوا معاه. نتوما عارفينوش مزيان تيك والو، هاد السيد ما تيبغيش اللي يعرفو مزيان، وبقاو تيشرحو كيفاش تعرفوا معاه. كيفاش تعرفوا مع هاد السيد؟ هادو كانوا الشفاره بثلاثه، واحد واحد خينا هذا اللي تيشتم عندهم كان ديما تيدور الجوطيه، كان بائع متجول وديما معروف تيدور الجوطيه وتيقلب غير على البياس الغالي، وتيقلب البياس اللي هو قديم، الاواني ديال الفخار قدام، السواني اللي قدام،
شي حاجات تعاود يبيع على البازار ويعاود يبيع على الناس وداكشي، وكان تيقلب على شي حاجه اللي شويه قديمه وغاليه اللي فيها الفلوس. هو حريفي حريفي مزيان، وواحد الدار هاد الثلاثه تلاقاو به في الشوطيه وقالوا ليه واش تشري عندنا واحد الكيسان ديال البلار، 12 كاس ديال البلار. حنا كنا تعرفوا الكيسان ديال البلار تشربوا في اتاي هما شويه غاليين، ولكن هما اللي غاليين في الكيسان ديال اتاي هو البلار، سيرتو البلار داك الحقيقي اللي هو معروف واللي كاين باقي دابا موجود في الاسواق ولكن غالي في الثمن ديالو. شنو من عندهم هذوك الكيسان، شنو من عندهم، هو كان لاحظهم بان مره تيجيبوا شي بياسات تما الجوطيه وبياسات غاليه تيلاحظهم. اهل الجدار بغا يتعرف عليهم، لما شرا عندهم ذاك الكيسان قال لهم شوف الا كان شي حاجه اتصلوا بيا ونتلاقاو بقاو نعطيو عليا وكذا وكذا. عرف بانه شرا الكيسان رخاص وعرفهم بانهم صفار، داروا معاه قال لهم فين تتكونوا ما فين تتكونوا، قال لهم نكونوا في واحد القهوه وتنجلسوا كذا 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 في الرباط، فين تنجلسوا فين تنجلسوا. بقى تيمشي عندهم للقهوه تيجي معاهم يجلس معاهم قهوه يشرب معاهم كذا يشرب معاهم كذا يشرب كذا، والمهم اتفق معاهم ودار معاهم اتفاق قال لهم شوفوا الحاجه اللي عندكم غتبقاو تجيبوها ليا، ولكن غتبعوا الخطه ديالي، الا ما بغيتوش تحصلوا وما بغيتوش توقع شي مصيبه ما تبيعوا حتى شي واحد وبيعوا غير ليا. ولكن كيفاش غتبيعوا ليا؟ هاد التصريحات ديالك كما تيقولوا هما. قال لهم اولا انا سميتني الحلو وما غنزيدكم على سميتي حتى شي حاجه، باش تسولي ولد من انت فين ساكن فين دارك فين كذا ما تدخلوش ليا بيناتنا. ثانيا من دبروا شي ساعه انا ديما تنجي حدا واحد مول الحانوت ما تنكلمو ما والو تنشد المرادة وتنجلس واحد القنت وشحال كويرو تما وانا بجلابتي، يدوز قدامي شي واحد تيكون مشوف يشوف فيا ما يهضرش معايا، ما تكون جاي من شي سلعه ما يهضرش معايا يبعد مني، وانا غنتبعو ومن تبعو غنوصل ليه غنفوتو ويتبعني من اللور تنوقف انايا ويمدها ليا. وقال لي ما تجيبوش شي سلعه اللي يلاه سرقتوها تدوز عليها سيمانه تتبرد، لما دازت عليها سيمانه راني غادي نايق باللعب ديالكم وفلوسكم سفوق الطابله. شنو اللي دار معاهم؟ بقى حد خينا ديما تيدير معاهم واحد داك مول الحانوت تيجي تيسمر تما، الا جاو عنده تيلعب هاد اللعبه يديهم، الا ما جاوش تيمشي في حالاته. عاوتاني دواز واحد ست ايام سبع ايام سيمانه ورجع لك مول الحانوت تيسمر، تيجي مع الصباح ويجي مع العشيه، الا داس واحد فيهم شاف فيه تيديه تيخدم العمليه. عرفتي وربحوا معاه بزاف وربح معاهم بزاف، تيخدم عندهم ذهب ياخذ عندهم سناس ياخذ عندهم جواهر داكشي اللي تيجيبوا ليه كما تيقولوا هما، وديما معاهم هو في اتصال وديما حاضيهم خدام معاهم وديما حتى تيفاجئهم جالسين في القهوه تيمشيو لشي بار تيشربوا حتى تيدخل عليهم السلام عليكم، وحاضيهم غير هما مقابلهم غير هما، التحرك ديالهم عارف ديورهم عارفهم فين عارف دارهم فين ساكنين في ديك الدار، يمكن تي كان تيجي يسمر عليهم تما بجنابتي وهم خارجين يتبعهم من اللور، كان رد باله مزيان. مشاو في البوليس قال لهم ورينا الحانوت هذا، وراهم داك الحانوت. في الحانوت حطوا شي اخوان تما بقاو سامرين عليه، تيجوا مع الصباح حتى العشيه وما سامرين. ودازت واحد 10 ايام السيد ما بانش في داك الحانوت ولا جا وقف. شم الريحه بان هذوك تشدوا او عنده شي اخبار او وصلتو شي اخبار بانهم تشدوا، ما بقاش يدور في الحانوت. عاد دخلوا ديك الساعه كان السيد السباع كما قلنا هو رئيس فرقه جنائيه فرقه محاضره العصابات، جا هو براسو عندك مول الحانوت قال لي ودي نبغي نهضر معك. قال لي اش كاين؟ قال لي واحد خينا هاكي داير هاكي داير هاكي داير هاكي داير. قال لي مول الحانوت ايه كاين كاين، كان تيجي عندي مولاده وتيجلس ليه في ديك الحجره ما تكلمناش وما تيبغيش لي يهضر معاه، تيجلس في الحجره تيحط هذا القرعه ديال مولاده يبقى يكمي يكمي ويحط خريعه وتمشي في حالاته ديما هادي عادته. قال لي ما تعرفوش وين تيكون، ما تعرفوش شي واحد صاحبو ما تعرفوش كذا، هو ينقذ ولد مول الحانوت. قال لي شكون با؟ قال لي ذاك مول الجلابه تيجلس هنا. قال لي اه لا لا ما تعرفوش شي، غير هو راه واحد النهار كان واقف هنا هو يدوز واحد جارنا سلم عليه من هاد الحق ومن هاد الحق وباسو عنق وبقى تيهضرو بجوج ومشى. قال لي شكون؟ قال لي فلان، انا واحد ساكن تما جارهم. مشاو عند داك السيد سيد تباون معاه، مشاو عندك السيد دقوا عليه قال لي السلام عليكم السلام بخير لاباس. قال لي ودي شوف واحد السيد عطاه ناتو كامل هاكي داير هاكي داير هاكي داير هاكي داير تيسلم الحانوت تي واحد النهار سلمت عليه تفكر شكون هو واحد السيد وحنا واقفين على هذا السيد بغينا نجيبوه الصلاة على النبي. هو عارف الناس بوليس بيان سيو تعرف سيد تبع وداك الشيء. قال لي ودي هذاك السيد تلاقيت انا غا واحد الوليمه عند واحد السيد هنايا في الحومه، واحد السيد في الحومه دار واحد الوليمه
هضرنا فيه حنايا نقولك شي 12 واحد اللي معروضين تما. وهذاك السيد ما تنعرفوش، ولكن جمع واحد خينا تقينا تنعرفو هنايا، جمعه ودخينا من العائله ديال مول الوليمه، جمعه تما ودورنا الهضره بينه وبينه، تعرفنا معاه وضحكنا معاه وهذا، وقال لي انا ربي يعشري وهذا وهذا، وجبدنا مزيان. ولكن هذاك السيد مول الوليمه اللي درنا ذاك ذاك العشاء، مشينا عنده ذاك العشاء، قال ليه راه تيجيه ذاك السيد، تيجيه هو جمع ذاك السيد، ولكن اللي تيجيه هو السيد اللي تيجي مول، اللي السيد اللي تيجي مول الدار هو اللي جمع ذاك خينا ذاك ذاك الرسول ذاك 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 اللي تيقلبوا عليه. قال لي صافي الله ينك. مشاو عند ذاك مول الدار، جلسوا معاه، السلام عليكم، السلام، بخير لاباس؟ قال لي ودي بغينا ماكش معلومات. قال لي هذه واحد الشهر درتي واحد الوليمه هنا في الدار. قال لهم ايه انا من عرفتي. قال لي ودي عرفتي على العائله ديالي. قال لي قلنا العائله ديالك اللي عرفتي عليهم. قال لي ما انا كان عندي الطلبه، وكانوا عندي 5 طلبه، وكانوا عندي شي تقريبا واحد مجموعه ديال الناس، شي 10 ولا 11 الناس اللي من العائله. قال لي خصك تورينا شكون هاد الناس ديال العائله اللي كانوا عندك. قال لهم فلان 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 فلان. قال لي شكون اللي قريبك من العائله اللي تيجيك، تيجيك من العائله؟ قال لهم تيجوني من العائله 4 الناس، واحد نسيبي، واحد خينا ولد عمي، واحد كذا، واحد كذا، عطاهم 4 الناس تيجيو من لا فامي. قال لهم 4 الناس عافاك تعطينا سميتهم فين ساكنين؟ من عائلتك. هاني موخا عطاهم العنوان ديال كل واحد دوك الناس، هذا ساكن هنا وهذا ساكن هنا وهذا ساكن هنا وهذا ساكن هنا. بدات الخدمه في الاتجاه، مشاو عند الاول، مشاو عند الثاني، مشاو عند الثالث، تيسولهم تيقول لي جيتي لعند اجتماع واحد السيد ولا ما جيتش معايا؟ لا ما جيتش، ما جيتش معايا حتى شي واحد، انا جيت بوحدي. ديك الوليمه ديك العراضه. الثاني قال لهم انا جيت بوحدي. الثالث قال لهم ايه جا معايا واحد السيد من العائله وهذا، وجلسنا تما وكذا وكذا. قال شكون هو السيد من العائله؟ قال لهم نسيبي. قال لك نسيبك انت واخد من عندك شي حاجه؟ قال لي ملو في الحقيقه هو نسيب خويا، نسيب ديال الاخ ديالي، ماشي نسيب محسوب بحال نسيبي، ولكن هو نسيب خويا، واخد من عند خويا، واخد بنت خويا. قال لي هي كي دار هذا السيد؟ قال لي ما كي دارها كي دار، عطاها نفس الاوصاف، الجلابه رقيق كذا كذا كذا. شنو سميتو؟ قال لي سميتو الحلوم. ها نسيب خوك؟ قال لي نسيب خويا. فين كاين خوك؟ نعت لهم الدار ديال خوه، مشاو عند خوه، مشى عندو دقوا عليه لاباس بخير لاباس عرفتينا؟ انا ما عرفتكم، حنا بوليس، انا وحده حنا لابيجي ديال الرباط، كنا نسولوك على نسيبك الحلوم فين هو؟ اش تعرف عليه؟ اش تيدير؟ قال لهم الحلو بياشر الله يعمرها دار، من سمعنا عمرها ما شفنا فيه شي حاجه دلعيب، ولا شفنا معاه شي حاجه ولا كذا ولا كذا ولا كذا. قال فين هو؟ قال لي هو ساكن سيدي بطاش، سيدي بطاش 80 كيلومتر على الرباط. عطاهم السميه ديال الدوال في سيدي بطاش، قال تما ساكن. قال لي ما كاين باس، غادي يمشي معانا. قال لي يمشي معاكم. هزو الضربه مشاو لسيدي بطاش، مشاو لسيدي بطاش، مشاو لذاك الدوار. قال لي نعطينا فين ساكن المرا فين ساكن. قال لي انت دابا ريح في الطوموبيل، حنا غنخدمو كما تيقول السي تباع. كان واحد خينا من العناصر ديالو لابس جلابه، مشى بالجلابه اجل التمويه، هو واحد لابس عادي. قال لهم سيروا بحثوا ديك الدار. مشاو دقوا في ديك الدار، تيدقوا ما لقاوش السيد، دار خاويه. خرج واحد الجار تما، وديك الساعه السي تباع عيط على المقدم، هو تيهضر مع المقدم في الطوموبيل، والدراري خدامين تما مشاو للدار. قال لهم قالوا داك السيد رجعوا بعدا للمقدم، المقدم تيقول هذا السيد ماشي بزاف بس كان عندنا في الدوار، هذه واحد العام بس كان في الدوار، شرا داك المحل، شراه وسكن فيه، ولكن ماشي ولد الدوار، سميتو الحلو، وتيقول لنا هو بيع شري في المدينه، وكاين شي وحدين من الدوار باع لهم شي حوايج هنايا، حيت هو تيبيع ويشري، تيبيع لهم شي حوايج هنايا، وقال غادي يدير شي حاجه في الدوار، الله اعلم، دار شي حاجه غيبيع فيه شي حوايج وما عرفت. ديال الاواني الطبخ ومع داكشي تيقول. قال لي روح نهضر معايا. مشاو دوك الدراري مشاو عند الجار، قالوا الجار فين مشى؟ قال لهم وقال لهم المقدم راه جارو صاحبو، راه جارو صاحبو ديما معاه، قاس معاه
انا في واحد القهيوه جالس مع حدا الحانوت، جالس هنا جالس هنا، هذاك الجار هو مشاو ليه الدراري بجوج، مشاو لذاك الجار سولوه قال ليه فلان فين هو؟ قال لهم فلان صاحبي فين مشى؟ قال لي مشى الرباط. قال لي فين مشى الرباط؟ قال لي اخويا البارح كنت نهضر انا وياه، قال لي هو البارح كنت نهضر انا وياه وقال لي غادي الرباط واحد السيد عارض عليه تما. ما قلتش شكون هذا السيد؟ قال لهم لا هذاك السيد تيجي عنده هنايا امر مره تيجي عنده، واحد السيد موظف صاحبه شحال من مره جا عنده هنايا، جاء نهار شرى الدار وجا عنده عاوتاني واحد مناسبه اخرى كان جا عنده هنا وجلست معاهم انا وتعشيت معاهم واحد المره. وداك السيد قال لي واحد المره، قال لي ودي هاد المره من غيجي السي الحلوه جي معاه، اجي زورنا حتى حنا في الرباط وشوف الدار ديالنا. قال لك يا ودي انا ديما تمشي الرباط. قال لي وانت انا مشيتي الرباط اجي عندنا حنا باين السكنه ديالنا، حنا غندخلوا على باب حد همني غدوز همني غدوز همني غدوز غتلقى الدار. هنا جروه وجابوا عند سي التباع، سي التباع جالس مع المقدم في الطوموبيل. قال لي السيد اش غايقول اش غايقول اش تيقول اش تيقول اش تيقول؟ قال لي هدا دابا انت غتلعتنينا الدار، انا ما غندوكش من هنايا ولكن غتلعتنينا الدار. قلت عاقل عليها؟ قال لي عاقل عليها، تطرف في الرباط. قلت تطرف في الرباط تمشي ديما الرباط، عندي العائله في الرباط هاكاك يا نعتلينا. قال لي مودي على باب الحد غندخلوا، احنا دخلنا على باب الحد. قال لي احنا دزنا من هنا، احنا دزنا من هنا، كاين واحد الزنقه طويله. قال لي ايه؟ قال لي هي هذيك الرباط، حافظين الدراري اللي مشاو حافظوا السي التباع حافظوا بحال صباعو عرفوا ديك الزنقة ومشاو ليها. قال السيد الله يهنيك داو معاهم داك نسيبو وقالوا لك السيد شوف انت عطيتينا معلومات عطيتينا فين هو، واش عندك كيفاش تتصل به دابا بالتليفون؟ قال لهم لا، قال لهم لا ما عنديش، السبعينات كاينش بورطابل ما عندكش كيفاش تتصل به. قال لي ما عنديش كيفاش تتصل به والو. قال لي والو بالصلاة على النبي الله يهنيك، عندك تحاول تتصل به بشي طريقة تركب ولا بشي تقلب قبل منا ولا هذا، راه مجرم يقدر يجرك معاه وتولي في شي حنطة، خلينا نلقاو عليه القبض. قال لي واخا سيدي الله يهنيكم. مشاو للرباط ومشاو لديك الزنقة وطاح الليل، وديك الساعة فاش وصلوا هما مع تامرة ديال العشية وسيدي بطاش والبحث وداكشي وصلوا للرباط حتى شي وحدة الليل. وحنا الليل ما عندهم ما يديروا كي مشاو لديك الزنقة، مشاو لديك الزنقة وتفرقوا الدراري تما وتيقلبوا عندك الدار تيسولوا اللي لقاوه تيسولوه، او شي واحد خرج او شي واحد غادي يدخل الدار تيسولوه تيسولوا عليه. لقاو واحد السيد قالوا ليه اودي هاد الزنقة، الزنقة فيها تقريبا واحد 20 دار من هنا و20 دار من هنا، شي 20 و20 مقابلين الديور. قال ليه اودي راه معروفين الزنقي تما ديال زنق الطاجين معروفة تما الزنقة هادي، وبقى تيسولوا. قال لي شكون اللي موظف كاع هنايا؟ استعنوا بواحد الراجل دايز في الليل ساكن تما بقى تيوريهم الدور شكون الموظفين، واستقنوا بواحد العساس ديال الليل تيعس ديك الزنقة بقى تيسولوه تيعس على شي حوانت تيقول ديال من هاد الدار ديال فلان ديال من هاد الدار ديال فلان. تبقاو ليهم أربعة ديور فيهم موظفين حسب ما قال لهم الأخو، قال لي واحد موظف، قال له هادو فيهم موظفين. واحد ضابط تيقول سي التباع كان مع سي التباع مطور شنو كان؟ لان داك السيد صاحبو اللي في سيدي بطاش لما قال ليه انا غادي نمشي رد بالك مع الدار كان غادي ومخرج معاه واحد الفروج بلدي بيض، واخا بلدي بيض فيه الريش ديالو بيض او غالب عليه البيوضه ولكن فروج بلدي. قال لي ودي واحد الفروج كان بدا معاه من هنا وقال لي هذا غادي ولا داك السيد نيت باش تعشاو عليه تما فروج بيض. قال لي فروج بيض؟ قال لي مفروج بيض. هذاك الضابط بقى هزه في راسو من جا تما هما قاسين سامرين تيتسناو شنو غيديروا شي باب يتحل يعرفوا فين كاين هو تما ما بغاوش يدقوا على الناس الوحده الليل، خداو معلومات بانه من العساس ومن ذاك الراجل بان كاين بعض الموظفين هما اللي ساكنين تما. وهذاك الضابط كان طريم عليه مطور هو يقول سي التباع قال لي شوف شتي هاد البالو هاد حاشاك ديال الزبل دوك الازبال اللي تيخرجوا الناس قدام الباب؟ قال لي غادي نقلبوا هاد الاربعه ديال الطوارو ربما يكونوا تعشاو على داك الفروج البيض ولقاو الريش ديالو فشي طارو. سي التباع بقى تيضحك كيما تيقول وقال لي يلا توكلوا على الله قلبوا الطوارو. بقاو في ديك الليل تيجيو لهاد الطارو تيقلبوا تيجيو لهاد الطارو تيقلبوا حتى جاو لواحد الطارو هو نوض واحد فيهم قال له سي التباع فيه الريش.
قال لي ماشي في الروس بيض. قال لي لا لا لا، غير شوف فيه مزوق واخا ابيض فيه تقاطيك حلين وكذا كذا، تفرج البلدي هذا. وداو هزو داك الطرو كامل ديك البالوعه ديال الزبل كامله، وداو واحد واحد الطوموبيل وجاو لواحد الضو تما، وجابوا واحد كارطونه خواو داك الطرو خواو، وبقاو تيقلبوا في الطرو باش يشوفوا الراس والرجلين. ها رجلين ديال البلدي، ها رجلين الراس ديال البلدي، هذا فروج بلدي، هذا فروج كلاو. هما يمشيو لديك الدار، قالوا هاد الدار هي اللي فيها داك السيد اللي بغينا. بقاو سامرين سامرين تيتسناو الوقت القانوني ديال الصباح باش يدقوا. بقاو سامرين تطلع النهار ولا عندهم حق باش يدقوا على الدار. مشاو للدار ديك ديريكت، ولكن السيد تبع كيما تيقول رغم هذيك الدار هي المشكوك فيها، ولكن الحراسه تكون الدرب كله الدري غاديين جايين سامرين. تيوقفوا هنا بحال نمشي شغل، تيوقفوا هنا ربما يتحل شي باب اخر، يكون هو ساكن في شي باب اخر، يكون ذاك الطارو يمكن. الصباح دقوا عندك الدار، خرج واحد السيد، خرج ذاك الموظف قال لي سيد تبع اجي نهضر معك. قال لي نعم سيدي. قال لي شنو خدمتك؟ انا بوليس. قال لي موظف. قال لي عندك شي ضيف؟ قال لي يا سيدي. قال لي منين جا؟ قال لي ما سيدي بالطاش. فين تعرفه؟ قال لي صاحبة الله وصافي. شحال اللي وحنا مصاحبين تمشي عنده تيجي عندي، اش تيدير هو؟ قال لهم بيا شراي، اش تعرف عليه؟ الله يعمرها دار سيدي، الله يعمرها دار، راه جاب فلوسه بخير وما خاصو حتى شي خير، ومصاحب انا وياه، وكان ساكن هنا قريب لينا، ومشى سيدي بالطاس سكن تما، وارتشقات ليه مشى للعروبيه تما، هو علاش مشى للعروبيه؟ مشى يخبي راسو، مشى يخبي راسو، مطور رد باله بزاف، خاف إلا بقى ساكن في ديك الحومه في الرباط غيتحرك شي نهار. قال اللهم سيدي بطاش اللي سرقتها نديها تما، ولا سرقتها حطها تما، واللي بغيت نبيعها بشويه عليا ما بقاش هنايا، وخو خا تقدو يعرفوني، بغا دوك الشفار عمرهم ما يعرفوه فين كاين هو، يبقى يتعامل معاه بديك الطريقه ديال لقيتوني قدام باب حالو تبعوني وكذا 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 وكذا. وكان تيقول لهم نسيت ما قلت لكم، تيقول لهم نهار تجيو جاي واحد بواحد، نجي عندكم واحد فيكم، ما تبقاوش تجيو عندي ثلاثه ولا هذا، واحد فيكم يدوز قدامي ونتبعو، ولا ما تبعتوش راه شي حاجه فيها. وعندكم تذكروني شي مره تشتي واحد كذا، انا اللي غنجيب لكم الماكله للحبس ونطلع فيكم وندير وندير وندير. شوف كان معلم طري طري معناه علائيين هنا. قالوا لي يا ودي حنا بوليس، وهاد السيد خصنا نشوفوه دابا، خصنا نلقاو عليه القبض. ما تقول لنا لا هادي لا ديك، خصنا نلقاو عليه القبض. قال لهم سيدي مرحبا، الا كان انا شي واحد غادي يجيب لي غيجيب لي مشاكل لداري هو مجرم، لا سيدي ها هو الداخل، ها هو الداخل هنا هو مراته. دقوا عليه ناس في واحد البيت. قال شكون؟ كيما تيقول السيد تبع الله يرحمه، قال لي قريب. قال لي شكون معايا؟ قال لي حل حل. قال لي شكون اسي؟ قال لي حل حل الباب. هو يقول لي بوليس. قال لي باش عرفتونا؟ قال لي باش عرفتينا؟ قال لي عرفتكم غتجيو عندي، غتجيو عندي شي نهار. صافي عرف راسو حاصل، عرف راسو واش داير، وكان شوف بالذكاء ديالو كان الاعتراف ديالو، ما كان لا زعما يخلوض معاهم راسو. قال لي بوليس عرفتكم غتجيو عندي شي نهار. لبس حوايجو نوضو دار لي المينوط. قال لي انت هو الحلو ولا ما الحلو؟ عطينا شكون اللي جابك عندنا؟ قال لي عرفت شكون. قال لي ما ديك الثلاثه مول سيرتكم عندنا، ام جيتو عندي؟ انا ما عندي حتى شي مشكل، مشكل واحد اللي عندي بغيت ما نتهرب منه وتحت فيه، وعرفتكم واحد النهار غتشدهم، عرفتكم واحد النهار غتجيو عندي. هزوه خرجوا للطوموبيل، هو يدور السيد تباع. قال لي الله يعطيك الصحه مولاي ادريس، الله يعطيك الصحه. يقول لي حاجه واحده، هادوك اللي قال لكم انا بعت وشريت معاهم راه ما يقدوش يوريكم انا في كاين، ما عارفينيش في كاين، ولكن نتوما كيفاش عرفتوني فين كاين؟ انا عمري ما خليت لهم الوقت باش يعرفوني فين كاين، ولا فين تنجلس ولا كذا ولا كدير احتياط ديالي كامل. وانا غير ملي تيكونوا جايين عندي قال لهم تنسبقهم تنشوفهم خارجين، من دوك تسبقهم تنسبقهم للحانوت باش نعرف شكون اللي جاي تبعهم من اللور. كيفاش عرفتوني نتوما هادشي؟ غير يقولوا لي خدموا معايا راجل نخدم معاكم راجل. قال لي عرفناك بداك الفروج البيض اللي جيتي من ليه، الفروج الابيض جينا لسيدي بطاش، عرفناك سيدي بطاش. قال لي خرجت من داك العرس اللي كليتي فيه تما طلعت القضية، ما بغاش يقول لي نسيبو ولا كذا. مشينا سيدي بطاش وتبعناك لهنا، تبعناك تنقلبو على الفروج، لقينا الريش ديالو في داك في داك. قال لي دابا انا صيدني الفروج. قال لي الفروج هو اللي صيدك، شحال وانت تتلعب وانت تتخربق وانت كذا وانت كذا،
الفروس هو اللي صيدك. ومشى الحبس بعد ذكر الذاعات من عصابة إجرامية وشير أمسرق وإخفاء المسروق وشير أمسرق وإخفاؤه ومشاو قلبوا ليه الدار ديالو سيدي بطاش عاد حلوها مزيان وقلبوها لقاو باقي شي ذهب تما وباقي شي حوايج ثمينين باقي مخبيهم ما باعهم شي وبزاف ديال الحوايج اللي لقى باقي عنده لأنه كان مطور تيبيع بشوية وتبيع حاجة بحاجة تبيع ورصة ويبيع ورصة وعرف لمن تبيع وهو حاول ما بغاش يجبد لمن تبيع ما بغاش يجبد لمن تبيع دوك التابو داكشي اليوم معاه ولا بغى يجبد دوك الناس اللي تبيع تماما حتى حصل ان السارقات كان سيد تبع مشو دوك الشفارة ودولو السارقات ديالهم دورو مع الفيلات شدهم ردهم الفيلات تيعترفوا الفيلا فلان فلانية سارقة يلا مشيو تما تيجيبو الشكاية ديال مول الفيلا زيدوا لنا فيلا عاوتاني واحد الفيلا في خونت يلا مشيو ليها تيجيبو الشكاية ديالها ان مولا تيشكيو واحد الشكاية فيها جوج مضمات وسرتلة ديال الدب فلوس هادي فلوس جوج مضمات وسرتلة ديال الدب قولي شوف طيب لو تهبط جبد لينا هاد المضمات وهاد قال لي انا تنبيع ناس ما تعرفهمش تنبقى ندور تما في الجوطية تنزل شي واحد تنبيع ليه تنشوف شي مول طوموبيل لاباس عليه جيتي خلق تما في الجوطية تلصق ليه قال لي كل شيء قابلين منك ولكن غتجبد لينا هاد جوج مضمات وسرتلة ما غيتباعوش هادو شي واحد ما تتعرفوش ما غيتباعوش شي واحد تصدقتي معاه إذا كان شي موعد ديال الكوزينة غتبيعهم شي واحد ما تعرفوش إذا كان شي سنيس لا شي حاجة غتبيعها دا بمارس البيع دوك تيدور تمارس البيع ولا شي سواق ولا دير شي لعبة ولا مرتك دير شي دهيبي تقول لك تلف لي الريسيبو ولكن جوج مضمات وسرتلة اللي دفع ستة ديال الدبج ما يمكنش ولد عمي غتجبدهم لينا قال لهم كاين الدهيبي هو يدي عنده واحد الدهيبي قال لهم واد اللي بعتيه تيقلبوا عندك الدهيبي وهزلوا لي شي ثلاثة د المضم عنده وتيلقاو وحدة من المضمات المسروقين عرفوا على مولاه وين ديالنا هادي الدباج ولاك شي باعهم ولكن لما عزلوا داك الدايبي بوحدو وبقاو تيبحثوا معاه الدايبي ما عرف الاخر اش قال لهم يلاه قال لي ما خدام من عندي هادشي البوليس قال للدايبي راه خدام خديتي من عنده بزاف راه قال لينا كلشي قول لينا انت داكشي اللي ملي دار قال لهم داك الدايبي جميع الحوايج ديال الدب اللي كان تيسرق كان تيبيعهم ليه قال تيبيع لي باع لي هادي وباع لي هادي وباع لي وبقى تيذكر الحوايج تيجبدو الشكاية تيقول ليه واحد ستاد خواتم داهم واحد فيلا فيهم واحد السنسلة كي دايره كذا كذا تيقول كاين واحد كذا كذا كاين الصفارة تيقول سرقناهم وبعناهم لهذا السي الحلو والسي الحلو السي الحلو قال ناكر ولكن داك الدايبي ما جبدش غير جوج مضمه ودبليش جبد تدا كله اللي كان تيبيع ليه هو السي الحلو كله اللي كيبيع ليه هذا وهذا 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 قال لي السي الحلو قال داك الدايبي بغينا نخفوا عليك تقلتي علينا قال لي اودي الله عطا الله اش غتخفف عليا ولا تقل عليا ولا كذا ولا كذا صافي اللي عطا الله عطاه نقولوا البوليس اش كاين وديك الساعه السي الحلو مشى براسو مشى قال لهم بلاتي نجبد لكم حتى اللي كانوا تيشريو من عندي وحدين اخرين بواحد الثمن رخيص ولكن هاد الناس اللي تيشريو من عند الاخرين تيشريو كيسان البلار تيشريو حوايج ديال الكوزينه تيشريو لباس تيشريو هذا الناس تيعرفوا بيع وشري تعرفوا معاهم الجوطيه تيعرفوا تيدور تما بيع وشري هذوك ما عليهم والو انه شرح حوايج عاديين ما تحكموش شي ولكن الدايبي اللي غيجيب ليه جمضان ويجيب ليه سرتله ويجيب ليه خواتم ودباج داكشي بلا ريسيبوات كان عارف بانه تيسرق كان تيلخدو من عنده تا بشي ثمن غير ملوط هو تيشري من عندك الصفار بشي ثمن غير قرب تقيس مشى معاه للحبس تحكموا عليه 15 عام تحكم بالحلو بربع سنين تحكم دايبي بعامين وتهزوا كاع الحوايج اللي تلقى عند دايبي وتهزوا الحوايج اللي لقاو عند دوك الناس الاخرين اللي جبدوهم عند فلان عند فلان كاع اللي بقات عنده شي حاجه حطها انا شفت هذا من هذه الجريمه هذه فيها واحد الافاده الواحد ديما يرد باله يمشي لا مسروق سيرتو في الدب في النقلات طوموبيل بسكليت موتور تلفزيون ولكن بعد حوايج تتباعو في الجوطيه ولكن الواحد يقد يقول الجوطيه وشريناهم شريتي كيسان من الجوطيه شريتي بريق شريتي كوكوط من الجوطيه شريتي شي اواني ديال هذا نقولوا اسيدي انا مشيت للجوطيه الجوطيه فهاد الشيء قديم ولكن انت باش غتقول لنا بسكليت من الجوطيه فينا ورقه فين كذا موتور فينا ورقه تشري انت طوموبيل مسروقه شري موتور ديال الطوموبيل موتور غير الموتور ديال الطوموبيل موتور بوحدو شريتيه خصك تثبت لك بنادم الموتور منين جابو ربما الطوموبيل فصله
اما الدب وداكشي الدب ما كاينش اللعب، الدب من عند دايبي، الدب من الزنقه ولا من عند شي واحد تيدور ولا شي واحد هذا ولا واحد المره جابته لك في الدار ولا شي واحد قال لك خذ من عندي السلسله خذ من عندي الخاتم، الدب لا ما كانش من عند دايبي وكان باللي سيبو داكشي راه تيتعد الى تبين بانه مسروق الواحد تيمشي تيتقدم للمحكمه بشهاء مسروق ما فيهاش الواحد يرد باله تيسري ورد باله حاجه رخيصه ورد باله من ديك المناسبه شي واحد تصحابو انت كامبو بغى يبيع شي بورتابل بورتابل كبير بغى يبيعو بورتابل غالي بغى يبيعو على هاد الايفونات اللي كاينين دابا بغى يبيعو ويقول لك وانا راه غير مريضه الوالده ومزروب عليها ولاده اخذ اعطينها اللي بغيت تعطينها 2000 درهم راه تيديرو 7000 درهم معاك وما كانت الوالده مريضه والله ما نبيعو تلقى تمسول عليك ولا شي وحده بغات تبيع شي حاجه غاليه وهازه ولد في يديها ومعاها امها راه غير الوالده مريضه ولا انا محتاجه اما ما نبيعوش وما كذا حاجه قال لي عندها الثمن حاجه اللي غاليه وتطلب ريسيبو وتطلب ريقات واحد يتجنبها لانه تتقدم المحكمه وتتعاقب كما تتعاقب الشفار تتعاقب حتى هو شراء مسروق او اخفاء مسروق. نتمنى من الله هاد الحلقه تفيدكم ونبارك عواشركم والسلام عليكم.